السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم احلى الاكلات في مطبخ حور ونور. احنا النهاردة بإذن الله هنعمل حاجة سهلة وبسيطة، مفيش اي بيت بيستغنى عنها، ومش هتحتار وتشتري من بره، بالعكس دي طريقة موفرة وهتلاقيها بسيطة جدا وسهلة. احنا معانا بإذن الله هنعمل صلصة الطماطم النهاردة بطريقة جميلة جدا وسهلة، وتلاقيها موجودة عندك في اي وقت تلاقيها. معانا طماطم حوالي 2 كيلو طماطم، هنضربهم في الخلاط ونصفيهم ونرجع تاني نشوف بإذن الله. بإذن الله هنعمل فيها ايه. رجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ما الطماطم بتاعتنا اتصفت. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، بقت كتلة واحدة اهيت. شايفين ما شاء الله؟ 10 دقايق بس. شايفين المية بقى؟ شايفين كمية المية ده؟ نصها مية. لو انت بقى علقت على ديت على البوتاجاز بقى، خدي بقى ساعة على ما المية دي كلها تتبخر. يبقى انت كده وفرت في كل حاجة، وفرت في الصلصة، وفرت في البوتاجاز، وفرت في كل حاجة. دلوقتي قدامك حل من اتنين: الصلصة بتاعتنا ديت يا تفضها في برطمانات او اكياس من بتاعة التلاجة دي وتحطها في الفريزر جاهزة كده، تاخدي منها ساعة ما تيجي تعملي، او تحط حل على النار فيها معلقتين زيت وتحط الصلصة بتاعتك يا دوبك، بس هما ربع ساعة برضو، مش هتاخد منك زيادة عن كده. تتسبك شوية وتحط عليها معلقة كمون، فلفل، معلقة كمون فلفل اسود. كده انت تبقي وفرت في كل حاجة ولقيتها جاهزة عندك. لو انت مشغولة، لو انت وراك اي حاجة، للمحشي، للمكرونة، لأي حاجة، للكشري، لأي حاجة هتلاقيها جاهزة عندك، مش هتاخد منك وقت خالص ولا مجهود. احطها انا بقى على البوتاجاز ونرجع نشوفها مع بعض بإذن الله هنعمل فيها ايه. خلاص يا حبايبي، اهوت انا غليتها على البوتاجاز ربع ساعة بس. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله القوام بتاعها عامل ازاي. انا حطيت عليها معلقة ملح ومعلقة بابريكا ورشة سكر كمان ومعلقة فلفل اسود ومعلقتين زيت. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، والله الكاميرا ظلمها، يعني لونها جميل جدا حاجة سهلة وبسيطة وتعمليها في اي وقت، مش هتاخد منك وقت ولا مجهود، وهتلاقيها جاهزة عندك. لو انت بتشتغلي او انت موظفة او اي حاجة هتلاقيها جاهزة عندك. دلوقتي انا هسيبها تبرد خالص براحتها، وبعدين اعبيها في البرطمانات واحطها على رف التلاجة او في الفريز. انا احطها على الرف عشان اسحب منها، اخد منها، وتحط بقى معلقة زيت على وش البرطمان كده. لو انت هتغيبها شوية هستعملها منها، خلاص الجو برد يعني مش هيجر لها حاجة. اتمنى يا حبايب قلبي الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم منا جديد كل جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.